كابتن احمد، في البدايه بطوله صعبه، معوقات حصلت بشكل غير مسبوق. انا بقول غير مسبوق واعلم جيدا ما اقول، يعني غياب لاعبين، اضطراب شديد جدا. كلمنا يا كابتن عن البطوله دي. والله كابتن هيثم، يمكن احنا فوزنا يعني بطولات مرتبط كتير، بس بصراحه دي الاغلى، لان فعلا كل الظروف اللي حواليها كانت صعبة جدا. تخيل لما تيجي، يعني انت مكون فرقة ومتمرن كويس، وفرقة ما شاء الله فيها اسماء كبيرة جدا، تيجي قبل الماتشات على طول تلاقي عمرو الجندي مش معاك، ايهاب امين مش معاك، عبد الفضيل مش معاك، محمد مصطفى مش معاك، عمر طارق مش معاك، السرعاوي لسه مش معاك. انت قائمتك 14 لعيب، تخيل لما تشيل من ال 14 ستة، يعني فاضل معاك 8 لعيبة، مستحيل. منهم 3 مصابين: ابراهيم الجمال، مودي جرحي، مهيب. بالظبط، يعني عندك 5 لعيبه. فطبعا طلبنا، طبعا انت عارف ان احنا كنا طالبين نأجل المباريات وكده، ومش هنتكلم بقى في الظروف اللي هي دي، يعني دي كان واقع انتوا عشتوه. بالظبط، يعني فربنا كرمنا ان احنا بس قاعدين قبل الماتشات مش عارفين مين هيلعب عدد المسحه، مين هيلعب مين مش هيلعب. احنا كنا طلبنا المسحات دي تحصل بدري شويه بحيث ان احنا نقدر نتأقلم حتى مع الظروف الجديده. صحيح. فما حصلتش. انت قبل الماتش بيوم، لا ده عمر طارق كمان ومحمد مصطفى مش هيلعبوا، طبعا كانت كارثه. عدينا الحمد لله من الماتش قبل النهائي.